بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم إن شاء الله عن أهم المشاكل اللي بتواجهنا في الطابعات. ممكن نقسمهم إلى مشكلتين رئيسيات. المشكلة الأولى اللي هي انتهاء القطع الاستهلاكية، أحبار، درمات، بلت، ويست يونت، فيوزر، لبادة حبر وهكذا. وطبعا هذه أحيانا بتكون على شكل كود في بعض موديلات الطابعات وخاصة في الأوكاي. رايحين نمر على هذا الموضوع في التفصيل حسب الموديلات المختلفة من الطابعات. المشكلة الثانية اللي دائما بتواجهنا مشكلة سحب الورق أو توقف الورق داخل الطابعة بعد الطابعة ما تقوم بسحب الورق، وهذه برضو مشكلة رئيسية وموجودة في جميع أنواع الطابعات، وتختلف نسبتها من طابعة أو من مونديال إلى آخر. ورايحين إن شاء الله نمر عليها ببعض من التفصيل. يعني هذول المشكلتين بيشملوا تقريبا ما يقارب 70% من مشاكل الطابعات على الأقل. نبدأ نفصل بالمشكلة الأولى اللي هي مشكلة الأحبار والقطع الاستهلاكية. طبعا هذا الموضوع بيعتمد على موديل الطابعة، بكون فيها حبرين مثل هذه الطابعة. طبعا هذا ما فيها شيء بتبدل إلا الحبر، وهذه تقريبا أبسطهم، ولكن السيئة أن الحبر يخلص بسرعة، يعني ما بيطبع لنا عدد كبير من الأوراق، بيطبع لنا 300 ورقة وبيخلص الحبر، وفي الغالب ثمنه أحيانا موازي لثمن الطابعة. وإذا تلف بالغالب بتلف الحبر فقط، لأن الحبر عبارة عن حبر وهد زي ما قلنا أكثر من مرة. نتكلم عن طابعات الأربع أحبار، وهذه السيئة جدا. طبعا أحبارها صغيرة، مشكلتين فيها: الأحبار ما بتطبع لعدد بسيط من الأوراق، 200 ورقة. برضو فيها شيء ثاني بتلف بشكل سريع اللي هو الهد. الحبر بتلف بشكل سريع او بخلص بشكل سريع، والهيد برضو بتلف بشكل سريع، وخاصة لما نتركها فترة بسيطة مثل هذه الطابعة او هذه الطابعة من البراذر. اوكي، هذه برضو مشكلتها اسوأ لانه الحبر بعيد جدا عن مكان الطباعة، عن مكان الهيد. يعني الحبر في مكان والهيد بطبع في مكان اخر. ما ننصح في مثل هذه الطابعات نهائيا. عندنا طابعات الحبر السائل برضو اللي هي التانك برينتر. اوكي، طبعا ميزتها الرئيسية هذه انها ايش، موفرة جدا. يعني تانك الحبر بيحتوي تقريبا على 80 كارترج من هذه النوعيات، وتصل نسبة التوفير في الحبر الى 90%، عشان هيك احنا دائما بننصح فيها. طبعا طابعات التانك فيها أربع أحبار، فيها حبر، فيها مشكلة ثانية زي ما نقول إذا بنتركها برضو فيها الهد برضو بتلف. هاي هد لطابعة إبسون، إذا تركناها أكثر من أسبوع أو أسبوعين أحيانا شهر ممكن يتلف الحبر. فيها برضو حاجة شيء بحاجة لتبديل دائما أو تصفير اللي هي الويست يونت. هذه الويست يونت قطعة اسفنجية كبيرة أو على هاي الشكل بتيجي. طابعات اقتصادية جدا، ولكن دائما لازم نطبع عليها كل أسبوع ورقة ولو من الهاتف. طابعات أخرى بننصح فيها غير طابعات التانك للي بيطبع بالشهر ورقة أو شيء، اللي هي طابعات الليزر بلاك من ال HB أو من البراذر أو من الزيروكس وهكذا. طبعا أفضلهم الصحيح البراذر، وخاصة الأحجام الصغيرة. طبعا فيها زي ما قلنا حبر، واحيانا بيجي الحبر مع، في الاتش بي دائما بيجي الحبر مع الدرم، في الاوكاي بيجي الحبر لوحده والدرم لوحده. اذا بنلاحظ هذا الحبر والدرم برضه لوحده. طبعة الاوكاي الصحيح ما بنصح فيها انا تقريبا نهائيا بسبب مشاكل نثر الحبر بشكل كبير. طابعة البراذر فيها الحبر لوحده والدرم لوحده، وفيها ميزة
أنا ممكن دائما أصفر الحبر وأصفر الدرم بسهولة، وفي عدة حلقات في القناة عن هذا الموضوع. الأوكاي نوعا ما صعبة تصفير القطع فيها، لازم نقوم في الأوكاي بتبديل دائما الشريحة إذا بدي أعبي الحبر. بعض الموديلات في الأوكاي في إمكانية لتصفير للدرم طبعا. هذه برضو طابعات الزروكس، بيجي الحبر والدرم قطعة واحدة. أخيرا طابعات الليزر الملونة، صحيح سريعة ودقتها عالية، ولكن تكلفة التشغيلية الأشخاص العاديين ما بيقدروا يتحملوها. ليش؟ لأنه دائما مكونة من 4 أحبار مش أقل من 300 دولار الأصليين، مكونة من 4 درمات برضو أوكي، مكونة من ويست يونت، مكونة من بلت، وهذه القطع كلها بحاجة لتبديل. طبعا الأحبار دائما أكثر شيء بدها تبديل، بعدين الدرمات، البلت، الويست يونت. مع وجود إمكانية التصفير بسهولة لطابعات البرذر، وفي بالقناة أكثر من حلقة كيف نستفيد من القطع هذه ونقوم تصفيرها، وما هي الشروط التي يجب الانتباه إليها. هذه طابعة أوكاي، إذا بنلاحظ نثر الحبر، الدرم فيه تنثر الحبر بطريقة سيئة جدا، الدرم مكلف، الأحبار مكلفة بحدود 300 دولار، فيها بلت بيجي معاه ويست يونت بالأسفل، وفيه ديفيوزر. هاي كل القطع طابعة ليزر واحدة مش أقل من 600 دولار ثمنهم القطع. طابعة الاتش بي بالغالب الحبر والدرم بيجي قطعة واحدة، طبعا فيها بلت مع ويست يونت موصولين. إذا بنلاحظ الحبر والدرم قطعة واحدة. برضو ملاحظة في بعض طابعة الاتش بي اللي فيها روتيتر أو الزيروكس مثلا، هذه ما بنصح فيها نهائيا لكثرة المشاكل اللي بتصير فيها. وبرضو في بالقناة حلقة تفصيلية عنها. لو استعرضنا بعض مشاكل الأحبار وباقي القطع في الطابعات، ونبدأ بالطابعات اللي فيها حبرين مثل هذه الطابعات، أحيانا الورقة مثلا تخرج بيضاء بسبب جفاف الحبر، أحيانا الطابعة ما بتتقبل الحبر مثل هذه الطابعة إذا بنلاحظ، رغم أن الحبر موجود. طبعا لازم ننتبه دائما لرقم الحبر مكتوب في الغالب أو لازم نشوفه في النت. أوكي الحبر موجود ولكن الطابعة ما هي متقبليته، وفي حلقات في القناة عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. طابعة الـ4 أحبار زي ما قلنا بيخلص الحبر بسرعة، إذا خلص أحد الأحبار الطابعة تتوقف عن الطباعة، لازم يكونوا كلهم فيهم حبر. الهيد طبعا برضو بتلف بشكل سريع إذا تركنا الطابعة مدة شهر أو أكثر مثلا، بالتالي الطابعة ممكن تطبع لنا مثلا فقط الألوان، بالغالب الأسود دائما بخرب أو ما تطبع لنا ولا شيء، أو ما تطبع نهائيا، يعني تعطي إيرور الطابعة على الهيد إنه بحاجة لتبديل. نفس الشيء بالنسبة لطابعة التانك، إذا تركناها فترة طويلة ممكن يتلف الهيد، أو مثلا تطبع لنا ورقة خالية بيضاء، أو الطباعة تكون رديئة ممكن نقوم بعملية تنظيف للهيد، أو أحيانا طبعا بيطلب لنا تصفير الإنك باد زي ما قلنا. بالنسبة لطابعة الليزر الأسود أوكي، في الغالب بكون المشكلة في مثلا الحبر بتلف، ملاحظ إذا تالف الحبر كيف الطباعة، أو الدرم أحيانا بكون تالف، ملاحظ خط في الوسط تسريب، أو الفيوزر أحيانا بكون تالف، ملاحظ الورق شلون بطلع مثنى. وهذه هي القطع الأساسية الثلاث، حبر درم وفيوزر. بالنسبة لطابعة الليزر الملون من السامسونج أو البراذر أو الأوكاي أو الاتش بي، هذه بعض الأمثلة، حبيت تسريب الدرم للحبر
هذه نفس الشيء تسريب الدرم للحبر الأسود. هذه الوردي درمات بسربن حبر وردي في طابعات الأوكاي. هذه طابعة سامسونج، بنلاحظ الدرم بخرج الورقة متسخة. هذه برضو سامسونج الحبر الأزرق والأسود تالف. هذه طابعة اتش بي، بنلاحظ الدرم الأزرق بيطلع لنا خط. هذه طابعة براذر مثلا، بنلاحظ الكتابة في وسط مختفية بسبب ال LEDs، بسبب هذه الليدات. تقريبا هذه ملخص لمعظم مشاكل الأحبار في الطابعات وباقي القطع المستهلكة. فملخص الحديث، الطابعات فيها قطع استهلاكية كثيرة، منها ما يمكن تصفيره والاستفادة منه، وخاصة الدرمات والبلت الويست يونت. الأحبار أحيانا ممكن نلجأ للحبر التجاري، ممكن نلجأ لتعبئة الأحبار. عملية تعبئة الأحبار موضوعها كبير في قنوات متخصصة فقط في تعبئة الأحبار، لأنه كل طابعة إلها طريقتها. زي ما قلنا، بعض الطابعات بحاجة لتبديل الشريحة لما نقوم تعبئة الأحبار، كما في طابعات الأوكاي. خلينا نتحدث عن النقطة الثانية اللي هي مشكلة سحب الورق، ونبدأ بطابعات الحبر السائل. طابعات الحبر السائل في عندنا نوعين من التغذية، تغذية أمامية بسموها، أو تغذية علوية نفس هذه الطابعة، أو مثل هذه الطابعة 3-in-1. إذا الطابعة ما سحبت الورق من البداية، بكون في الغالب ضعف في سحب الورق. الرول بحاجة لتنظيف بقطعة قماش مبللة بالماء كما شرحنا بأكثر من فيديو في القناة، أو ممكن نستخدم بعض مواد التنظيف مثل هذه المادة ربر كلينر، ممكن تكون فعاليتها أفضل. فالحالة الأولى أن الطابعة ما تسحب ورق من البداية، بتكون مشكلة في الرولة، أو أحيانا بعض الموديلات زي هذا الموديل ممكن تكون مشكلة في الجير، وموجود في القناة برضو. الحالة الثانية أن الطابعة تسحب الورق ويتوقف الورق داخل الطابعة، وخاصة في طابعات التغذية العلوية. في مثل هذه الحالة ممكن طبعا، إذا الورق طابعة سحبت ورق وتوقف داخل، ممكن يكون بسبب قلم سقط داخل مجرى الورق، أو كثير بحصل مثل هذه القطع أو كليب موجودة داخل مجرى الورق، أو قصاصة ورق صغيرة وهكذا. أحيانا سقوط بعض هذه القطع داخل بعض الطابعات يؤدي إلى خلل في الطابعة، حتى لو شلنا القلم أو شلنا الكليب ممكن يؤدي إلى خلل داخل الطابعة، زنبرك صغير ممكن يفلت، برضه هذا في فيديو موجود في القناة. بالنسبة لطابعات الليزر الأسود، الحالة الأولى إذا الطابعة ما سحبت الورق من البداية، في الغالب المشكلة بتكون بسبب رولة سحب الورق اللي موجودة في كل طابعة مثل هذه الرولة، أو أحيانا بكون بسبب الدرج ما بكون الميكانيزم شغال، أو بسبب الكت الموجودة في الدرج. في كت موجودة ربر، أوكي، مفروض نقوم تنظيفها، أوكي، بين فترة وفترة ممكن تكون هي السبب. أحيانا ممكن تكون زيادة الورق في الدرج، يعني الدرج بيسع 100 ورقة نحط فيه 120 ورقة، ممكن يسبب لنا مشكلة في سحب الورق. أحيانا ممكن تكون المشكلة في المنظم الميكانيكي، وهي تكلمنا عنه في أكثر من حلقة، وخاصة في طابعات البراذر مثل هاي الموديل 2250. هذه إذا في كسر نفس هذه، إذا ملاحظين تم إصلاحه، إذا في كسر الطابعة ما تسحب من البداية. الحالة الثانية في طابعات البراذر الليزر، أنها الطابعة تسحب الورق ولكن الورق يتوقف داخل الطابعة، وهذه برضو موجودة كثرة. مثل هذه الحالة ممكن تكون قصاصة صغيرة موجودة في مجرى الورق، زي هذه الطابعة مثلا ما حصلت، أو ورقة موجودة في الطابعة من الخلف واقفة من الجهة الخلفية للطابعة، الدرج الخلفي أو الباب الخلفي وهكذا، أو بسبب الحبر نفسه أحيانا يكون في خشونة أو في كسر، أو أحيانا بسبب الدرم
نفس الشيء ممكن يكون الدرم قاسي في الحركة، حركته شوي صعبة، أو أحيانا ممكن تكون مشكلة بسبب الفيوزر نفس هذه الطابعة HB، الفيوزر فيها متنتف إذا ملاحظين، ما أدري واضح بالصورة ولا لا، متقطع الأحمر هذه. آخر مهم وموجود برضو شرحه في القناة، أنه أحيانا بسبب الريليه منظم سحب الورق، ممكن الطابعة تسحب الورق ورقة ورقتين ورا بعضهم وتشير الورقة أو تتوقف داخل الطابعة، ما بكون منظم شغال بطريقة سليمة إذا بنلاحظ. أخيرا بالنسبة لطابعة الليزر الملون، ممكن تكون المشكلة بسبب الدرج في بعض الحالات، أو زيادة الورق في الدرج أو الكت الموجودة في الدرج، وفي الغالب المشكلة بسبب رولة سحب الورق أو الرولة المساعدة إلها، ولازم دائما نقوم تنظيفها زي ما قلنا في قطعة قماش أو أحد مواد التنظيف الربرات. البلت، إذا البلت في تقطيع أو شيء ممكن يؤدي إلى توقف الورق داخل الطابعة. هذا ملخص لأهم مشاكل الطابعات، طبعا في بعض المشاكل الأخرى اللي بتعتمد على موديل الطابعة، وفي بالقناة بعض الفيديوهات اللي بتحل هذه المشاكل. نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.